في أسواق المعادن النفيسة صعد سعر الذهب على نحو طفيف مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2% إلى 1744.7 دولارا للأوقية. أما محليا فقد وصل عيار 18 وصل إلى 852 جنيها للجرام، أما عيار 21 فوصل إلى 995 جنيها للجرام، عيار 24 1137 جنيها للجرام، أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 7960 جنيها. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط في معاملات متقلبة لتتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية مع استمرار مخاوف تباطؤ الطلب بفعل ركود محتمل. وانخفض خام برنت القياسي 13% إلى 104.29 دولارات للبرميل. هبط خام غرب تكساس الوسيط 15% إلى 102.23 دولارا للبرميل. في المقابل انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 48% لتصل إلى 3.65 دولارات للتر. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 17% لتسجل 6.13 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.